السباق والذي هو دائما ما يكون متواجدا بكاميراتيات التي دائما هي لكل الناس وعبر الأثير فهم. أرحب بالمستمعين الأفاضل الكرام ليجدد الترحيب هنا مع انطلاقات هذا اليوم والتي خصصت لسن الجذاع هنا لأبناء القبائل. الشوط السادس انطلقت فيه الأسماء قبل لحظات لأتابع هذه البكار الجذاع المهجنات. أول الأسماء المنطلقة وأول الشعارات أتابع صدارة الشوط والمقدمة في هذه اللحظات مناوره على المركز الأول. مناوره تبدأ بالمناورة في هذا الشوط. العثة بن خزع بالعثة العامري على أول المراكز. المركز الثاني في هذه اللحظات أتابع أمجاد شعار مطفي شعار التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظات يقدم لنا أمجاد كما قدم لنا سمحة في الشوط الماضي. سعد بن عنزان العنزان النعيمي قادم من ميدان الشحانية. ثالثا أتابع مواله على المركز الثالث عمران بن حمد بن محمد العامري على المركز الثالث بن مرحومة هنا يتواجد مع مواله على المركز الثالث. رابعا أتابع حملولة وصلوا هنا في هذه اللحظات ليقدم لنا حملولة سهيل بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. وسادسا في هذه أو خامسا عفوا في هذه اللحظات أتابع في هذه الأثناء انطلاقة ووصول في هذه اللحظات الفاتنة محمد بن حمد بن عيف العامري على المركز الخامس. وسادسا أتابع المنطلقة في هذه اللحظات فتنة سالم بن صالح بن حنظل الطلاب الفيدي يقدم لنا على المركز السادس. سابعا في هذه اللحظات أتابع غزلان أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري. وثامنا في هذه اللحظات هنا في هذه اللحظات أتابع ثامن المراكز وصلت افتخار شعار سيوف وشعار الأسماء الكبيرة عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري يقدم لنا افتخار في هذه اللحظات. أيضا أتابع تاسع الأسماء لهايب على المركز التاسع محمد بن راشد بن محمد الكتبي يقدم لنا لهايب في هذه الأثناء. وختام النداء الأول في هذه اللحظات أتابع الطيارة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. إذن هذه هي الأسماء العشرة المتواجدة على مقدمة الشوط. أعود من جديد إلى صدارة الأسماء المركز الأول في هذه اللحظات والانطلاق الأول هنا مناورة بدأت تناول الجذاع مناورة في هذا الشوط. العثة بالخزع بالعثة العامري يقدم لنا مناورة بهذا الأداء الكبير وبهذا المستوى المميز. ولكن شعار بن عنزان واصل على المركز الثاني هنا مع أمجاد. هذا هو يوم الأمجاد يا بن عنزان. سعد بن عنزان العنزان النعيمي يقدم لنا أمجاد على المركز الثاني. شعار مطفي من قدم المستوى الكبير هناك وانتزع الشوط والتوقيت الزمني الأفضل بدون أي أوامر يقدم لنا أمجاد قادم هناك من دوحة الخير باحثا عن الناموس ولا شيء غير الناموس. المركز الثالث مواله يا سلام عسى مواويل الفرح يا عمران يا بن حمد يا بن محمد العامري يقدم لنا هنا من يقدم لنا مواله عمران بن حمد بن محمد العامري بن مرحومة من يتابعها ويقدمها بهذا المستوى الكبير. هناك رابع المراكز في هذه اللحظات أتابع اللي واصلة وصلت في هذه الأثناء بدأت بالتسلل من الجانب
الجانب الآخر هنالك غزلان، يا سلامي على غزلان أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري على المركز الرابع. وخامسا هنا وصل الشعار الاقتصادي، وصلت منصورة بشعار سعادة فرج بن علي بن حموده الظاهري. هذا عاد اسمه كبير، هذا عاد اسمه خطير، نعم هذا هو الشعار الاقتصادي قادم على المركز الخامس. سادسا ايضا هنا اسم كبير اخر له من الصولات والجولات ما الله به عليم، افتخار على المركز السادس، افتخار على المركز السادس، عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري، شعار السيوف التي دائما تظهر في يوم السيوف يا المغيري. ايضا اتابع في هذه اللحظات الفاتنة محمد بن حمد بن نعيف العامري يقدم لنا الفاتنة في هذه الاثناء. ولكن اعود من جديد الى مقدمة الشوط، ما باقي شيء يا هل الجذاع، الابكار، المهجنات، الاصايل، وهنالك مناورة وليست كأي المناورات. يا سلام يا سلام يا سلام على مناورة تلت الشوط راس قادة الشوط راس، روح يا العامري، روح العثة بن خزع بالعثة العامري. يا سلام يا سلام وصلت غزلان يا سلامي على غزلان، السرعة كسرعة الغزلان والجمال كجمال الغزلان، أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري. ولكن النعيمي واصلا مع أمجاد على المركز الثاني. هنا تابع الشعار الاقتصادي، وصل سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري يقدم لنا منصورة. ولكن غزلان وأمجاد ولكن غزلان يابا الله، روحت غزلان. 500 متر الأخيرة أمجاد ما زالت تحاول الناموس، ويحتار من يختار غزلان ولا أمجاد وغزلان. ولكن غزلان أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري قدم لنا غزلان في هذا الشوط، أجمل تقديم، أفضل تقديم، أحسن تقديم. سلامي عليك المنصوري، سلام وسلامي على أداء غزلان بهذا الفوز وهذا الناموس مع هذه الأجواء الجميلة. من هنا من عاصمة الميادين تهانينا والناموس لمالك غزلان أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري على هذا الفوز، وتهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت أمجاد سعد بن عنزان آل عنزان النعيمي، وثالثا هنا الوصول من منصورة فرج بن علي بن حمود الظاهري، ورابعا وصلت فتنة سالم بن صالح بن حنظلة وطلاب الفيدي المري، وخامسا وصلت غلا حمد بن سعيد بن هويدن الاكتبي، هي من وصلت على المركز الخامس. إذن في هذه اللحظات ولحظات التوقيت الزمني هنا مع غزلان من قدمت الأداء الكبير أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري، 9 دقائق 28.7 أجزاء من الثانية، ثاني المراكز هنالك أمجاد، مشكور يا علي اليحافي على هذا التضمير. المركز الثاني هناك وصلت أمجاد بشعار سعد بن عنزان آل عنزان النعيمي، 9 دقائق 29 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تستاهل الناموس يا النعيمي. وثالثا هنالك الوصول لحظات هنا ونتابع من وصلت على المركز الثالث، كان هناك الدخول من الشعار الاقتصادي وشعار بن حنظل. إذا نحيل هذا الدخول إلى اللجنة، وهناك التوقيت الزمني 9 دقائق 35 ثانية جزءا واحدا من الثانية، ما بين هنالك انطلاقة هناك منصورة مع فرج بن علي بن حمود الظاهري، وأيضا هنالك فتنة سالم مصالح الحنظل الطلاب الفيدي. هناك الدخول الجماعي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.